شارع مصر مع طارق أبو سعود على نغم أف أم. رجعنا تاني ولسه مكملين حلقتنا النهارده من شارع مصر على نغم اف ام، ولسه معاكم عمرو عصام. والنهارده يمكن كان الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائيه والري كان قال انه تم تكليف قطاعي حمايه النيل والتخطيط بمتابعه التعديات على نهر النيل باستخدام صور الاقمار الصناعيه وتكثيف حملات الازاله خلال الفتره اللي جايه. يمكن كمان كان في اخبار طلعت عن الحمله القوميه لانقاذ نهر النيل، انطلقت في يوم 5 يناير 2015. واحنا دلوقتي معانا على التليفون الدكتور يسري خفاجي المتحدث الرسمي باسم وزارة الري. دكتور يسري اهلا وسهلا بك. مساء الخير استاذ عمرو، اهلا وسهلا بحضرتك. مساء النور يا فندم. كنا حابين نعرف معلومات اكتر عن الحملة القومية اللي انطلقت في الوقت ده ووصلت لحد فين، وايه اهم الانجازات اللي تمت ووصلنا لحد فين في الحملة. تمام يا فندم. الحملة القومية لانقاذ نهر النيل هي حملة اطلقت في 5 يناير عام 2015 كما قلت سعادتك، بدعم السيد رئيس الجمهورية وتوجيهاته، وقام وايضا السيد رئيس الوزراء آنذاك ووزارة الموارد المائية والري، للقضاء تماما على ظاهرة التعديات التي استشرت منذ عام 2011 ما تلا ثورة يناير حتى عام 2015 باعداد كبيرة جدا فاقت الحدود. وكان نتيجتها ان هو وزارة الموارد المائية والري على مدار اكثر من 12 موجة من الحملات خلال هذه الفترة بالتنسيق والتعاون مع وزارة التنمية المحلية وجهات انفاذ القانون، تم تنفيذ ما يزيد على قرابة 50,000 مخالفة، يعني 45,000 مخالفة، قرابة 46,000 مخالفة. من جملة مخالفات تم تحريرها خلال هذه الفترة أيضا تقدر بحوالي 50,000 مخالفة، بنسبة تنفيذ للإزالات تجاوز 96-97%. مقارنة بما تم قبل 5 يناير، هنجد أن هذا المعدل معدل كبير جدا بيحقق المستهدف، وهو وقف المخالفة والقضاء عليها في مهدها. دي نتيجة من النتائج الكبيرة. الحاجة الثانية اللي هو بتدي رسالة ان الدولة موجودة وموجودة بقوة. نيجي بقى للموضوع اللي حضرتك بتقوله استاذ عمرو، اللي هو القصة بتاعت تكليف قطاع التخطيط وقطاع حماية النيل بمراقبة ومتابعة التعديات على المجاري المائية ونهر النيل بشكل عام. هو بالفعل هناك نظام الجي اي اس اللي هو نظام إدارة المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد لهذه التعديات. بيتم ازاي؟ عندنا نهر النيل له حدود نزة ملكية، وفي منطقة محظورة وفي منطقة مقيدة. كل هذا الكلام بيتم تعريفه للنظام داخل مركز معلومات الوزارة التابع لقطاع التخطيط، وقطاع حماية النيل بيتابع تماما من خلال المرور اليومي ويرصد المخالفات بالجي بي اس ويتم توقيعها على هذه الخرائط في المركز والاستشارة. بيتم وضع خطوط بقى، الخطوط المحددة المحظور تجاوزها على المجاري المائية حفاظا على المجاري المائية من التعديات ومن التلوث وهكذا، وبناء عليه بيتم يوميا عملية اللي هي التشينج ديتكشن. التشينج ديتكشن اللي هي متابعة التغيرات المكانية على ما يحدث على هذه الخطوط يوميا من خلال إشارات اللي هي بيرسلها نظام الاستشعار عن بعد، نظام المعلومات الجغرافية. وبناء عليه من خلال تطبيق صغير موبايل في إيد المهندس والقائمين على إدارة منظومة الموارد المائية والري، بيعرف يوميا إيه اللي تم وإيه اللي حصل، وبناء عليه حتى لو تم بالمساء في فترة مسائية بيبقى فيها تواجد المهندسين أو الفنيين ما بيبقاش بكثرة وهكذا، يقوم على طول شايفها يبتدي ياخد الإجراء فورا ويجيب المعدات ويتم إزالتها. يعتبر ده من التكنولوجيا الحديثة التي يتم تسخيرها في يعني تعظيم إدارة منظومة الموارد المائية والري للحفاظ على ممتلكات الدولة وأيضا مقدرات الدولة في اللي هي المنشآت اللي بيتم إزالتها. ممتاز. الموجات مستمرة أستاذ عمرو، ووزارة التنمية المحلية والسادة المحافظين بيبذلوا جهد كبير جدا مع الوزارة وأيضا قوات إنفاذ القانون من الشرطة والجهات المعنية بتنفيذ القانون بتبذل جهود مضنية. هو بس كل اللي احنا بنتمناه وبنرجوه يعني من أهالينا المصريين حفاظا على مقدراتهم ومقدرات الدولة أن يتوقفوا عن التعديات حتى لا يتعرضوا للعقوبات المقررة في القانون. والقانون الجديد غلظ هذه العقوبات، وصلت في بعض الأحيان في التعدي على المناطق المحظورة إلى درجة الحبس.
لذلك يعني 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 احنا محتاجين نتعاون جميعا للحفاظ على مقدراتنا والحفاظ على نهر النيل من التلوث وهكذا يبقى في كافة المجالات. المياه أصل الحياة للمصريين جميعا، محتاجين نحافظ عليها بشكل كبير جدا. والنيل يعني من ايام الفراعنه وهو بالنسبه لنا حاجه مقدسه جدا، وفي كتب الموتى الناس كانت بتكتب بتتباهى بانها لم تلوث ماء النهر، يعني دي حاجه كانت بالنسبه لهم مهمه جدا. كنا عايزين نعرف التعديات اللي بتحصل على نهر النيل، هل هي بس بتشمل البنى مثلا على نهر النيل ولا ايه بالظبط؟ يعني طيب ممكن تقول لنا طيب ايه التعديات؟ حاضر حاضر يا فندم. تعديات على نهر النيل هي تعديات متنوعه، منها ما هو سهل التعامل معاه ومنها ما هو يعني بياخد وقت، بيبقى صعب شوية في حالة لو كانت منشأ وسكني وفي أقيمت عليه منشآت وحياة اجتماعية وهكذا بيتم وفي سكان بالضبط كده، ويمكن الدولة بتراعي الجزئية دي وبتحاول الناس لحد ما توفق أوضاعها وهكذا، ويمكن لو في نقص بشكل ما في مثل هذه الحالات بيعزى إلى هذا السبب، ليس لأن الدولة متقاعسة بل لتراعي بعد اجتماعي تولد نتيجة إجراء خاطئ من المواطن نفسه الدولة بتراعي. عندنا المباني الخرسانية، عندنا فيه عشش من الخوص وهكذا، عندنا بيبقى فيه ردم في مجرى نهر النيل أو في الترع والمصارف، هذا الكلام بيتم التعامل معه فورا، يعني ده أمر مرفوض. الردم في مجرى نهر النيل بيؤثر على القطاع المائي والمياه التي يتم نقلها لكافة الاستخدامات. ناس بتشاون بقى حضرتك طوب، بتشاون نقول أسمنت، بتشاون حديد، هذا الكلام بيعوق سريان المعدات لأعمال الصيانة اللي هي دور أساسي على أجهزة الوزارة بحيث أنها تحسن خدمات نقل المياه. إحنا بنجد أن المنتفعين بيشتكوا المياه لا تصل، المياه لم تصل وهكذا، ده بسبب رجع لأن في ناس في الأحداث الأمامية في المناطق الأمامية ردمة أو متسببة في هذا الكلام أو في خلسة من الزمن عملت إجراء ضيق القطاع المائي لم يوفر المياه المنقولة لهكذا. يمكن دي بعض أنواع التعديات اللي احنا بنتكلم عليها. ويمكن تاني بقى انا يعني ياريت تضم صوتي يعني صوتكم لأصواتنا وتنادوا في الإعلام المحترم وقناة وموجة نغم اف ام بحيث انه الناس تراعي كافة المصريين. المياه والمجاري المائية اللي بتحمي المياه هي حق أصيل لكل المصريين أجيال الحالي والمستقبل، حتى نراعي ونستطيع أن ندير هذه الموارد إدارة رشيدة في ظل ما نعانيه من ندرة مائية ومحدودية موارد. فنتمنى أن الجميع يعي هذا حفاظاً على أبنائه وحفاظاً على مقدرات الوطن. طبعاً وإحنا كمان بنضم صوتنا لصوت حضرتك، وإحنا كلنا يعني نهر النيل هو شريان الحياة بالنسبة لنا، وهو يعني من أعظم ما ورثناه على الأرض في مصر يعني، وله فضل كبير جداً على كل واحد فينا. فيعني طبعاً إحنا بنناشد كل الناس إنها تاخد بالها من نهر النيل، محدش يبني أو محدش يعتدي على نهر النيل بأي شكل من الأشكال. هنطلع دلوقتي فاصل ونرجع تاني نكمل حلقتنا من شارع مصر على نغم FM.